أولا أرحب بكم كثيرا باسم الحكومة وباسم فخامة رئيس الجمهورية على حضوركم إلى القصر الجمهوري في مأرب، وأرحب بالأخوات ممثلات أسر المحتجزين والمختطفين حسب التوصيف الدولي، لأن المعتقل لا يعتقل إلا من جهة رسمية. والحقيقة كما نعرف الجميع بأن هذه الميليشيات لا تلتزم لا بالدستور ولا بالقانون ولا بأخلاقيات المهنة الصحفية ولا بالقانون الدولي، وليست ولا 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 تلتزم بأي معايير أخلاقية أو قانونية، بل تقوم باحتجاز الناس واحتجاز المواطنين اليمنيين واختطافهم وتعذيبهم سواء صحفيين أو غير صحفيين. هناك الآلاف في سجون هذه الميليشيات، وهناك العشرات من الصحفيين. كما نعرف جميعا بأن الميليشيات بعد أن دخلت العاصمة صنعاء واقتحمت العاصمة ومؤسسات الدولة، مرورا أيضا نزولا إلى المحافظات حتى وصلوا إلى المحافظة الاقتصادية عدن، تعرفوا جميعا وأنتم يعني صحفيين ورجال إعلام أن الحوثيين ارتكبوا من الجرائم في حق الشعب اليمني جرائم لم ترتكبها أي عصابة أو أي جهة في التاريخ. تقوم بقتل الناس، تفجير بيوتهم، بملاحقتهم، بإقصاهم من أعمالهم، بإضطهادهم في يعني في وظيفتهم، بمساطرة حقوقهم في الرأي والتعبير، تقتلهم أو تحتجزهم وتختطفهم على أساس المنطقة، على أساس يعني إن لم تكن معاهم فيتم اعتقالك واحتجازك. هذه الميليشيات خلال هذه سنتين ماضيتين ارتكبت جرائم لا تعد ولا تحصى. مسألة الصحفيين واعتقالهم، أنتم كما تعرفوا أننا عند التفاوض في جنيف وفي بيل، وأنا أحد يعني من يمثل الحكومة اليمنية، كان في سلم يعني أولوياتنا إطلاق الصحفيين، والتزموا في جنيف بإطلاق الصحفيين، ولكن للأسف الشديد لم يتم تنفيذ هذا الالتزام في بيل وبعدها في الكويت. أكدنا بوجود المجتمع الدولي وممثلي الدول العظمى، ممثلي الدول 18 الراعية للانتقال السلمي في اليمن، على إطلاق الصحفيين والسياسيين. أنتم تعرفوا أن هناك سياسيين محتجزين لدى هذه العصابة أكدت عليها والقرارات الدولية، وألزمت الجانب الحوثي بإطلاق سراحهم، ولكنهم لم يلتزموا لا بالقرارات الدولية، ولم يلتزموا لا بالدستور ولا بالقانون ولا بالأعراف ولا حتى بالأعراف القبلية الموجودة ولا بأخلاقيات الشعب اليمني. الآن احنا بعد سنتين للأسف الشديد يعني في حالة احتراب داخلي، راح ضحية هذا الاحتراب العشرات بل الآلاف وعشرات الآلاف من الجرحى، وتدمرت يعني تدمر اقتصاد البلد والبنية التحتية. والسبب هي هذه العصابة، السبب هذه الميليشيات، السبب هو الأطماع في السلطة، السبب أن هؤلاء الناس يريدوا أن يحكموا على جثة أبناء الشعب اليمني، والهدف تمرير مشروعهم، المشروع السلالي والمشروع العائلي. هذه العصابة ومن تعاون معها هي من تسببت في كل هذه المآسي والآلام لأبناء الشعب اليمني، سواء من الذي قتل أو الذي جرح أو من المعتقلين أو من المشردين أو من الهاربين في كل أصقاع الدنيا. احنا لدينا آلاف مؤلفة من الجرحى، لو نزلت والتقيت بالجرحى موجودين الجرحى في كل مكان، جرحى في مأرب، جرحى في عدن، جرحى في صنعاء، جرحى في الهند، جرحى في الأردن بيتعالجوا
يعني يتلقوا العلاج جرحى في السودان، في كل مكان في العالم جرحى من هذه الحرب التي تسببت في هذه الميليشيات الحوثية. وهناك سجون مليئة في كل مكان من أبناء الشعب اليمني. هذه الميليشيات ارتكبت في حق أبناء الشعب اليمني جريمة لن يغفرها التاريخ. لو حصلت كارثة للشعب اليمني أو كارثة طبيعية كالزلازل والبراكين وأي كارثة، ممكن أن احنا نتعافى حتى ولو يعني راحت ضحية هذا الكارثة يعني 10,000. ستمر سنوات وكثير من دول العالم يعني تعافت بعد هذا الكوارث، لكن هذه كارثة العودي للأسف الشديد سنظل نعاني منها لعدة عقود إن لم تكن قرون، لأنها سببت آلام وجروح لأبناء الشعب اليمني، وما تعانوا أنتم جزء من هذه الآلام. الحوثيين يخافوا الصحفيين لأنهم يخافوا الحقيقة. الحوثيين يخافوا الإعلام لأنه يقول الحقيقة، لأنهم يرتكبوا جرائم. لماذا الحوثيين يعتقلوا كل من له رأي حتى من عمل مشاركة لمنشور أو من كتب رأي متوازن في صحيفته أو في صفحته على الفيسبوك أو تويتر أو أي وسيلة؟ لماذا تقوم هذه الميليشيات باعتقالهم؟ لأنهم يخافون الحقيقة، لأنهم يرتكبوا جرائم في حق أبناء الشعب اليمني. لا يريدوا لا للعالم ولا للشعب اليمني أن يعرف ما 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 يقوموا به من جرائم. يريدوا أن يعني يغطوا على الحقيقة على جرائمهم. نحن هنا لا 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 لم نكن في يوم من الأيام، ولا نريد لا نساطر حق هذه الحركة لا في يعني إبداء الرأي، ولا حقهم في المشاركة في السلطة، ولا حقهم في الوصول إلى أي موقع أو أي منصب، ولا حقهم في الحياة، ولا حقهم في التملك بما كفل هذا الدستور. لم نكن في يوم من الأيام ولا نريد في المستقبل، نريد أن نعيش متساويين كلنا جميعا. لكن هذه الميليشيات لا تريد المساواة، لا تريد المساواة مع أبناء الشعب اليمني. يتحدثوا عن الشراكة ولا يريدوا الشراكة، أي شراكة؟ وهم قتلوا أبناء الشعب اليمني من صعدة حتى عدن. يتحدثوا عن المواطنة وهم لا يريدوا. لم نسمع في التاريخ للقديم ولا الحديث أن مجموعة أو أقلية، للأسف الشديد الآن نحن نصنف بحسب المذهب، لم نسمع. الطبيعي أن المظلوم هو الذي يثور، المظلوم هو الذي يعني يشارك في ثورة أو يصنع في ثورة، لكن هؤلاء الناس كانوا في أعلى المناصب في كل الأماكن، في الأحزاب السياسية، في المنظمات، حتى في المنظمات عندكم، في رأس الدولة، في الحكومة، في كل مكان. لا أحد اضطهدهم، ولا أحد ساطر حقوقهم، ولا أحد قال لهم ليس من حقك أن تصل إلى هذا المكان. وللأسف الشديد هم ارتكبوا هذه الجرائم ليس من أجل المساواة. نحن نعرف أن الثورات يعني عندما تقوم الثورات من أجل المساواة، من أجل أن يتساوى الجميع، لكن هذه ثورتهم من أجل أن يضطهدوا أبناء الشعب اليمني. والحقيقة أن هذا الهدف هدف غير سامي وغير أخلاقي، أن تقاتل من أجل أن تضطهد أبناء الشعب اليمني لا يمكن القبول بهذا الفعل. احنا إن شاء الله أن الحكومة ستقوم بدورها، وأنا أعدكم باسم الحكومة إننا في كل المحافل الدولية سنثير مسألة الصحفيين. احنا ملزمين بإطلاق الصحفيين كحكومة سلما أو حربا. سلما احنا نتمنى السلام وندعو إلى السلام ونسعى من أجل السلام، وذهبنا إلى كل بلد في العالم من أجل السلام. ذهبنا قبلهم إلى جنيف، وذهبنا قبلهم إلى بيل، وذهبنا إلى الكويت، وسمعنا منهم وناقشناهم وتحاورنا معهم. وأنا أقول لكم الحوار مع الحوثيين كأنك تدخل معركة، أفضل لك أنك تقاتل في جبهات القتال ولا تتحاور معهم. حوار
كأنك تتحاور مع 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 أصنام لا يريدوا إلا رأيهم، لا يريدوا إلا ينفذوا إلا ما يريدوا. تحرق اليمن، تغرق اليمن، يقتل أبناء الشعب اليمني، لا يهمهم، يهمهم مشروعهم. عندما تحدث عن الشعب اليمني وما يجري وماذا يجري له نتيجة الحرب لا يهمه، هو يهمه سيد عبد الملك والمشروع، وهذه كارثة. لكن أنا أقول لكم الحكومة ملزمة وأبناء الشعب اليمني ملزمين. الشعب اليمني حتى الذي في المناطق التي تحت سيطرة الحوثي لا يعتقدوا أن هؤلاء الناس، هم ساكتين صابرين، لكن للصبر حدود. عندما يصل الأمر إلى منتهى سيثور أبناء الشعب اليمني. ونحن باسم الحكومة اليمنية نوعدكم أننا يعني مثل ما قلت سابقا سنسعى بكل ما أوتينا من قوة من أجل إطلاق جميع الأسرى، جميع المحتجزين، جميع المختطفين في سجون هذه الميليشيات، من سياسيين وإعلاميين ومواطنين وعسكريين وأكاديميين وعلماء من كل فئات الشعب. هذه الجماعة جماعة الحوثي ومن يتعاون معها زجت بكل فئات الشعب اليمني داخل السجون. لا توجد منطقة جغرافية ولا يوجد يعني فئة أو شريحة من الشرائح ما 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 وهم يمثلوهم داخل هذه السجون، وكأنهم اختاروا كل فئات الشعب وكل شرائحه داخل هذه السجون العودية. أخي مختطف منذ سنة وسبعة شهور وللآن يعني لم نجد حلا، بحثنا في كل الاتجاهات سواء عبر المنظمات الحقوقية، عبر يعني وساطات قبلية، عبر المشايخ، بحثنا في كل الجهات ولكن لم نجد حلا. كنا نراهن على يعني مشاورات الكويت، وإلى الآن يعني كل ما تأتي مفاوضة وأخرى تذهب أدراج الرياح، ولا نعلم يعني ماذا عملتم يعني من أجل المختطفين. يعني المختطفين يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب داخل السجون، يمنعون من أبسط الحقوق، البطانيات في هذا البرد القارس يمنعون منه، مقيدون ليل نهار، لا نستطيع أن نراهم، وإن يعني بعد فترة الإخفاء القسري رأيناهم يعني من مسافة لا نستطيع التحدث معهم ولا نعلم كيف هي أحوالهم. إلى الآن ماذا يعني ماذا قدمتم وماذا ستعملون؟ نحن نريد أن يكون فعلا يعني خطوات جادة لأجل المختطفين. كيف زيارتكم معنا؟ ممكن توصل للموضوع؟ نعم، يعني الزيارات قد تكون يعني بصعوبة جدا. في أحيان كثيرة الزيارة الأسبوعية التي أقرت يعني بعد فترة طويلة من السجن من الاختطاف، أغلب الأيام نعود من باب السجن لا نستطيع الدخول، ومعاناة شديدة جدا، وأثناء الدخول يكون ازدحام شديد لا نستطيع حتى التحدث مع المختطف، أو أحيانا يعني أحيانا كثيرة نحضر العلاج معنا ويرد من باب السجن، لا يدخل العلاج إليهم. يعني بعد أثار التعذيب يعانون من أمراض شديدة. اسم المختطف محمد الحداد، وكان جريمته فقط أنه أعلامي سنة ثاني جامعة، ونزل في صفحته كلام ضد الميليشيات كفكر أو كرأي، وتم اختطافه، وإلى الآن لا ندري في أي مكان أو في أي اتجاه، في من يقول أنه في الأمن السياسي ومنهم من يقول في المخابرات، ولن نسمع عنه أنه الآن في زنزانة في حبس انفرادي يلاقي الكثير من التعذيب، وما ندري ما صحة هذا الخبر أو قد يكون موضوع آخر. وفي الأخير أنه طالب يعني في العمر 20 سنة يختطف بأي تهمة أو بأي جريمة لا ندري من أي جريمة ارتكبها. أخواننا المختطفين وأولادنا وشبابنا مجرد ما يسمعوا الحوثيين أن هذا الشاب محافظ قرآن كريم يختطف أو يعتقل، يعني شبابنا أولادنا نخاف عليهم أن يخرج إلى مدرسة التحفيظ، إذا كان في مدرسة أو في جامعة يدرس نخاف عليه حتى لو كان في مرحلة أي من مراحل عمره. الميليشيات عذبتنا بشتى الطرق أو بشتى الوسائل، أصبحنا في خوف وفي تعب وفي تشريد وفي كل شيء، يعني كل الاتجاهات جاءت لنا هذه الميليشيات. إلى متى أن الدولة، دولتنا الشرعية التي يعني إحنا يعني متكلين على الله سبحانه وتعالى أولا ثم عليها، نتمنى أن ينظروا إلى هذا الجهة نظرة قوية
ويعني بحيث انه نخرج الى من هذا الوضع الذي احنا فيه. نحن في منظمه الصدى الاعلاميه يعني حملنا مشروع هؤلاء المختطفين بابعاده الثلاثه، الاعلاميه والانسانيه والحقوقيه. ولكن الجانب الانساني بنحاول نسوق لاسر المختطفين او نوجد لهم بعض المعونات، ونجد اكثر الابواب امامنا موصده. نريد ان تتبنى هذا الموضوع الحكومه، لان هذا واجب انساني ويعني اخلاقي تجاه هؤلاء في المعونة الانسانيه لاسر المختطفين. احنا في منظمه الصدى بنبذل جهود، لكن الابواب امامنا احيانا بتغلق. يعني التقينا بشيخ سلطان في رمضان وحول لهم مبلغ وتم تحويله، واوعدنا بمبلغ اخر واوصدت امامنا الابواب ما استطعنا ان نصل اليه، لا نقدم له الاخلاء ولا يجيب لهم المبلغ الذي وعدنا به. فكثير من الابواب اللي بتوسط امامنا ما بنستر نصل الى المسؤول يعني بشكل ميسر. لذلك الاسر تعاني، وبعدين يتصلوا بنا ونحن يعني نظل عاجزين امام هذا الموقف الانساني الذي هو واجبنا جميعا، واعتقد ان انتم اعرف بهذا. ولك جزيل الشكر. احييك استاذ عبد العزيز معالي الوزير، احييك على كلامك السابق الذي طرحت، لكن انوه الى نقطتين رئيسيتين. هذه النقطتين بيد الحكومة وقادرة على أن تنفذها، وقادرة أيضا على متابعتها بشكل كويس. النقطة الأولى هي تفعيل اللجنة الوطنية التي شكلت من قبل رئيس الجمهورية. أعتقد أنه الكل مطلع أنه لم نلمس لها إلى الآن أي تحرك. يا معالي الوزير، احنا بنشوف شوية بنات بيتجولين في أوروبا وأمريكا ويروحين يقدمين تقارير، وعلى ضوء هذه التقارير بتتخذ يعني قرارات. الشيخ حسن أبكر هو ضحية إحدى هذا. النقطة الثانية معالي الوزير هي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مكاتب الصليب الأحمر لا زالت تعمل إلى الآن في صنعاء. لماذا لا يتم الضغط من قبل الحكومة على هذه المكاتب بنقل مكاتبها من صنعاء التي هي موطن الإنقلابيين إلى المناطق المحررة أو إلى المناطق التي تعمل فيها الشرعية؟ هذا الذي أريد أن أطرحه للمساهمة في قضية أخواننا المختطفين الصحفيين. شكرا لكم.